كان بلال نسبة النجاحات السنة دي كانت عالية جدا، عالية جدا، تكاد تاخد يعني الفول مارك، باستثناء بطولة كأس العالم. ولكن أنا مع نفسي بعتبر البرونزية، برونزية كأس العالم في الظروف دي، دي بطولة خاصة. طبعا. ما خد بالك، أنت بتحسب البطولات إزاي أو بتحسب النتائج إزاي؟ بناء على تقييم وضعك أنت الشخصي. أنت صحيح. في مصر هنا رقم واحد، فبالنسبة لك رقم واحد لازم أخد البطولة، فده التقييم بالنسبة لك. أي. رقم اتنين ما بيبقاش مقبول. ليه؟ مزمون. لأنك أنت وضعك هنا في مصر رقم واحد، في إفريقيا أنت وضعك برضو رقم واحد، تمام؟ فطبيعي جدا انك انت بتلعب على البطوله، الهدف بالنسبه لك انك تبقى البطل، الهدف بالنسبه لك انك تاخد بطوله افريقيا، الهدف بالنسبه للنادي الاهلي لو ما خدش، يعني طبعا ما فيش حد بياخد البطولات كل سيزون في افريقيا بالذات، عشان في متغيرات كثيره جدا جدا يعني. صحيح. لكن انت طبيعتك كبطل بتؤهلك دايما للنهائيات، تمام؟ بالنسبه لك رقم واحد البطوله، رقم اثنين لا قدر الله لو خرجت ما تخرجش من الادوار الاقصائيه اللي هو بقى الدور ال 16، الدور ال 8، الكلام ده يعني صحيح. يعني بيبقى صعب على النادي الاهلي. في كاس العالم الامور مختلفه شويه، انت بتلاعب لعيبه كواليتي مختلفه، لعيبه كاتيجوري مختلفه، امكانيات مختلفه تماما في كل حاجه. فانت بالنسبه لك انت كممثل لافريقيا، انت بتحط نفسك بعد بطل اوروبا وبعد مثلا بطل امريكا الجنوبيه، لكن أيوة. المره دي تغلبت على بطل امريكا الجنوبيه، فكان بالنسبه لك انجاز يفوق انجاز اللي حصل قبل كده في 2006 من وجهه نظر الشخصيه. أيوة. لان هناك انت ما كسبتش بطل امريكا الجنوبيه. أيوة. لكن النهارده انت بتتكلم على تاني المفترض او التصنيف الطبيعي بتاع بطوله كاس العالم للانديه، ان بطل اوروبا، بطل امريكا الجنوبيه، وبعد كده بطل اسيا وبطل افريقيا بيجوا يعني في الـ في الـ في, الـ في التساوي من وجهه نظري يعني. تمام. النادي الاهلي بطبيعه الحال زي ما الكباتن اتكلموا دايما بيبحث عن الالقاب. النتائج في بعض الاوقات او الاداء في بعض الاوقات ممكن ما بيبقاش هو ده اللي انت بتشتغل عليه، انت بتشتغل دايما على بطوله، بتشتغل انك دايما تبقى رقم واحد، بتشتغل دايما انك بتكسب، بتشتغل دايما على الارقام. السنه دي من افضل المواسم بزبوط. تمام، المتلاحمه كمان، الصعبه جدا 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 صحيح. اللي خاضها النادي الاهلي، ومع ذلك النتائج زي ما انت بتقول يا كابتن ايمن، انت بتتكلم 8 من 8 تقريبا او 7 من 7 يعني بزبوط. يعني انت باقي لك بطوله الدوري العام، يبقى انت عملت كل حاجه في كره القدم في الموسمين دول او الموسم المتلاحم ده. أي. بطوله دوري عام، بطوله كاس مصر، سوبر المصري، بطوله افريقيا صحيح. سوبر الافريقي، بطوله افريقيا تاني، بطوله داخل على بطوله دوري عام، يعني انت بتتكلم في النادي الاهلي حقق كل النتائج. واحنا يمكن احنا ارجعنا بعض يعني سوء الاداء شويه نتيجه ان انت خدت كل حاجه يعني. لما حد بياخد كل حاجه حاله التشبع شويه. طبيعي يعني ريال مدريد خد ثلاثه كاس، خد ثلاثه بطوله اوروبا، ثلاثه تشامبيونز ليج، اللي بعديها وضع طبيعي. أي. كمان زين الدين زيدان نفسه مشي، قال لك خلاص انا مش هقدر اجيب حاجه تانية، أضيف جديد. مش هقدر ادي يعني حوافز تانية للعيبه عشان تقدر تجيب البطوله مره رابعه. أي. فكان الامر صعب جدا، فده وضع طبيعي على فكره في كره القدم. لما تبقى واخد 6-7 دوري عام ورا بعض وبعدين يسقط منك دوري عام، ده اسمه سقط منك، ما اسموش تفوق من الغير، ده اسمه ان انت خلاص بقى عندك حاله من التشبع من البطوله، مش من التسيب، من التشبع. فرق كبير جدا. انت بتلعب بتقاتل لاخر نفس، وده طبيعي باذن الله رب العالمين ان شاء الله، بس ده عادي في كره القدم على فكره. ده مش معناه ان الاهلي مش هياخد الدوري، لا 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 لا، انت بتتكلم بصفه عامه، انا بتكلم بصفه عامه. تمام. فطبيعه كره القدم، لان انت نفس بشريه، طبيعي انت المستوى بينزل ويطلع، اوقات بتبقى في احسن حالاتك، اوقات بتبقى في اسوء حالاتك، ده وضع طبيعي في كره القدم. لكن النادي الاهلي عود الجميع وعود جمهوره ان هو دايما حتى لو ما بياخدش البطوله، حتى لو عنده حاله من التشبع، فهو منافس لاخر دقيقه في البطوله. صحيح. بطوله السنه دي مختلفه شويه، لان الاهلي خاض مباريات كتيره جدا جدا، وبطوله الدوري دي بالذات مختلفه، لانك انت اكتر نادي في مصر تعرض لضغوطات ماتشات، اكتر نادي افريقيا، وبترجع تلعب دوري عام، وبتلعب كاس مصر، وبعدين تلعب كاس العالم للانديه، وبعدين ترجع تلعب دوري عام، فانت تعرضت لكم كبير جدا جدا من الضغوطات اللي تخليك مش في الموقف ده، فاقل بكتير جدا من صحيح. الموقف ده يعني صحيح. انا بعذر اللعيبه وبعذر موسيماني ان النتيجه مثلا فرق نقطتين بس مزبوط. يعني لهم كل العذر. خلي بالك احنا في بعض الاستوديوهات ويمكن كان موجود معانا في بعض فضلات كابتن اسامه، كنا بنلتمس العذر للعيبه وهم داخلين على مثلا بطوله افريقيا طبيعي. يعني بنقول يا ريت يكملوا، صح، يا رب يكملوا، يا رب بس يوصلوا فاينل، لان احنا عارفين ان هم للنادي الاهلي لما بيوصل فاينل بياخدوا. صحيح. فكنا يعني مشفقين جدا على اللعيبه من الوضع اللي موجود والضغوطات الجامده اللي عليهم، وكل ماتشين ثلاثه، كل يومين ثلاثه ماتش، ويطلعوا من هنا يسافروا بره، وبعدين يرجعوا من بره يروح،
فاحنا اصلا البطولات اصلا اللي كنا خدناها، اللي خدناها الاربع بطولات اللي خدناها والخمس بطولات اللي خدناها كنا مشفقين عليهم فيها، يعني حتى كنا بنقول ايه يعني حتى لو خسروا البطوله دي يعني بنلتمس بعض الاعذار. صحيح في ضغوطات عليهم، ولكن نسبه النجاحات 100% لحد دلوقتي الحمد لله. طبعا نسبه النجاح 100% في كل البطولات، لكن انا بتكلم برضو في النقطه يا كابتن ايمن ان انت السنه دي بالذات سنه صعبه جدا جدا لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي وعلى مجلس اداره النادي الاهلي وعلى كل التحديات الكبيره اللي بتواجهك. انت النهارده اخر بطوله بالنسبه لك بتاخدها هي بطوله الدوري، بطوله الكاس. بطوله الدوري وبطوله الكاس انت جاي بعد معاناه كبيره جدا جدا من الماتشات. خد بالك انت بتلعب افريقيا بحوافز مختلفه مع انديه مختلفه، بتطلع لليفل مختلف، بترجع بطوله الدوري العام عايز تجدد دوافع مختلفه مع انديه يمكن اقل، مع طرق لعب مختلفه. انت مثلا في افريقيا بتلعب فرقه زي سان داون زي الترجي، طريقه اللعب مختلف حتى انت مختلفة وانت فعلا. وانت كمان يا اسامه بتلعبهم، انت بتلعب فرقه عايز تكسبك، بتلعب فرقه هيد تو هيد بالنسبه لك، فبتعلى بمستواك وبفكرك وبطموحك لدرجه كبيره. بتنزل لبطوله الدوري العام بتلاقي فرق تلعب زون ديفنس، بتحاول تغير من طريقه فكرك، بتحاول تجدد من الدوافع بتاعتك. بعد كل ده كم الماتشات اللي النادي الاهلي لعبها السنه دي المختلفه والكتيره عن فرق كتيره جدا تخلينا نوصل لدرجه ان احنا ممكن نشفق على اللعيبه ان احنا نبقى قلقانين من كتر ان يحصل اصابات كتيره، لان الوضع ده وضع طبيعي في كره القدم على فكره. مزبوط. انك يحصل اصابات ويحصل تشبع ويحصل حاجات كتيره جدا غصب عنك يعني. فانا بلتمس اللعيبه العذر، ولكن زي ما قالوا الكباتن انت في الاخر جمهور النادي الاهلي انت عودته انك انت منافس لاخر ثانيه في بطوله الدوري العام وفي كل البطولات اللي انت بتلعبها.